عبد الرحمن بن محمد. ابن محمد ابن محمد ابن الحسن ابن محمد ابن جابر ابن محمد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن خلدون. لا أذكر من نسبي إلى خلدون غير هؤلاء العشرة. ويغلب علي الظن أنهم أكثر، وأنه سقط عدد مثلهم، لأن خلدون هو الداخل إلى الأندلس، فإن كان فالمدة لهذا العهد 700 سنة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم تقبل منا واعف عنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صباح الخير يا أبا محمد. صباح الخير يا أم محمد. هل استيقظ الأولاد؟ محمد يتوضأ ليصلي، وموسى وعمر يرتديان ثيابهما استعدادا للذهاب إلى عملهما.
وماذا من أمر عبد الرحمن؟ ما زال يغط في نومه. كيف ذلك؟ أيقظيه حتى لا يفوته مجلس شيخه. والله إني لأشفق عليه، فهو ما زال صبيا وأنت تحمله ما لا طاقة له به. لقد أرسلني أبي لتلقي العلم وأنا دون ولدك سنا. وأنت يا يحيى، هل ترغب في الذهاب مع أخيك؟ أخشى أن أصدق ما تقول. صباح الخير يا عبد الرحمن. صباح الخير يا أمي. أما زلت تتكاسل في فراشك؟ قم يا ولدي حتى لا يفوتك مجلس الشيخ. لن أذهب. ماذا تقول؟ هل بك سوء؟ تكلم يا ولدي، ماذا بك؟ لا شيء يا أمي. إذن لماذا لا ترغب في الذهاب؟ لقد كرهت هذا المكتب وشيخ. هذا غريب منك وقد كنت مقبلا عليه. انهض يا ولدي وأخذ الشيطان. لا يا أمي، فلست أريد. أخشى لو علم أبوك بذلك غضب منك وقاطعك. صباح الخير يا أبي. أسعد الله صباحكم. هل تناولتم إفطاركم؟ أجل يا أبي. كن حريصا على أخويك يا محمد، فهما في رعايتك. وأنت يا عمر، لقد شكى لي صاحب الحانوت بأنك كثير اللعب ولا تلقي بالا لعملك. أنا لا أفارق أخي محمد وأراقبه طوال الوقت وهو يعمل حتى أتعلم منه. وأنت يا موسى، هل اجتهدت في حرفتك وتعلمت من أخيك أصولها؟ لقد أشاد بي صاحب الحانوت واستطيع أن يخبرك بذلك أخي محمد. بارك الله فيكم يا أولادي. والآن نتركك في رعاية الله يا أبي. تصحبكم السلامة. اللهم اجعل لهم التوفيق في كل خطوة. ماذا بك يا أم محمد؟ ولدك عبد الرحمن. ماذا به؟ لا يريد أن يذهب إلى شيخه. ماذا تقولين؟ هل أخبرك عن السبب؟ كلا. الشيخ لا يهتم بي كما يهتم برفاقي في المكتب، بل إنه كثيرا ما يسيء معاملتي ويحط من شأني. كيف ذلك يا ولدي؟ هل تفعل ما يضايقه؟ أبدا. هل تنصرف عما يقوله من درس؟ أبدا. إذن لما تقول ذلك؟ هي الحقيقة يا أبي، ولا أعلم سببا لسوء معاملتي. ربما كانت مجرد أوهام يا ولدي. هيا ارتدي ثيابك ولا تجعل هذه الهواجس تثنيك عن طلب العلم. ولكن يا أبي. دع عنك لكن هذه، ففي سبيل العلم يضحي المرء منا بالكثير. سأنتظرك في غرفة الطعام حتى أفطر معك. هل أخبرك بسبب نفوري؟ مجرد هواجس، فعبد الرحمن شديد الحساسية. لا أريده أن يذهب كارها. اطمئني، فكل شيء في أوله صعب، ثم ما يلبث أن يعتاد المرء عليه. أخشى أن لا يكون لدى الصبي ميل لما اخترت له من سبيل. ربما كان يريد أن يذهب مع إخوته ويتعلم حرفة مثله. أنا أعلم أنه يكره أن يكون بمفرده، وأعلم أيضا أن له ذهنا متوقدا وروحا تتطلع إلى المعرفة، ولهذا يختلف عن بقية إخوته. لست من رأيك. أنا لا أرى وجها للخلاف بينهم. أنت تثقل على عبد الرحمن بالعلم والدرس من دون إخوته. أنا أثقل عليه بما هو أهل له، وكم يشق علي ألا أتعلم إخوته مثله. ولكن كيف وأنا لم أرى منهم ميلا إلى هذا الأمر؟ لهذا
آثرت أن تكون لكل واحد منهم حرفة؟ أجل، حتى يجدوا ما يتكسبون منه. فأنت تعلمين أن ما أملكه من مال لو قسمته عليهم لعاش كل واحد منهم في عسر وضيق. كيف حال أبيك مولانا الأمير يا سعد؟ يهدي إليك السلام يا مولانا. هل أوصلت إليه رسالتي؟ أجل يا مولانا، وطلب مني أن أطمئنك. شكرا. أرسل أبي إليك هذا الصندوق يا مولانا. شكرا يا بني، شكرا. أبلغه جزيل شكري وعظيم امتناني، وأخبره أن الشتاء على الأبواب وأن الدفء عسير المنال. حاضر يا مولانا. اجلس يا بني. وأنت يا عبد الرحمن، ما وراءك؟ لا شيء يا مولانا. لا شيء. إذن اقرأ سورة آل عمران من أولها، ثم سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة ويحك، يا لك من غبي، لا تحفظ ما يتلى عليك. ولكنك لم تتلو عليه سوى مرتين يا مولانا. ألا تكفي مرتان أيها الغبي الأحمق المتبلد الذهن؟ ولكنك تتلو السورة على غير عشرات المرات ولا يحفظها. كفى معاطرة أيها الخبيث اللاهي. أتحاول أن تساوي نفسك بزملائك؟ أتحسب نفسك مثلهم أيها الصعلوك الأجرب؟ من الذي أعدك مبكرا هكذا يا عبد الرحمن؟ عبد الرحمن؟ عبد الرحمن، ما الذي يبكيك؟ تكلم يا ولد، أنا أمك. تكلم، قل لي ما الذي يبكيك؟ أدركني يا أبا محمد، لقد عاد عبد الرحمن من درسه باكيا. كيف ذلك؟ وهل عرفت السبب في بكائه؟ رفض أن يفصح عن السبب، وظل ينخرط في بكاء الحار. انتظري أنت هنا حتى أعلم منه كل شيء. كما تريد يا أبا محمد، كما تريد. لهذا الحد وصلت الوقاحة بذلك الشيخ اللعين؟ والله لم أرى ذلك من قبل. إنه لا يكف عن السخرية بي يا أبي، ويحاول أن يظهرني بمظهر الغبي البليد أمام رفاقي، ويتيح لهم الفرصة أن يتغامزوا علي، وكل ذلك لأنني لا أحضر له الهدايا مثله. ألا يكفي هذا اللعين ما أعطيه له؟ اهدأ بالا يا بني، لا تحزن. أعفني من الذهاب إلى ذلك الشيخ يا أبي، أتوسل إليك. اهدأ بالا يا بني، فسوف أتولى أمره بنفسي. وماذا أفعل له؟ ولدك لا يهتم، شغوف باللعب والثرثرة. ولدي يشكو سوء المعاملة واضطهاده من دون زملائه. وهل تصدق ما يقول؟ إن ولدك مصاب بالغباء وضعف القدرة على الحفظ. بئس ما تقول أيها الشيخ، لقد شهد له الجميع بالنجابة وحسن الإدراك. نجابة؟ أية نجابة؟ ثم لماذا لا يتساوى مع باقي زملائي في القدرة على الحفظ وقوة الاستيعاب؟ لعل ذلك مرجعه إلى ما يغرقونك به من هدايا، وخشيتك ما يتمتع به أهلهم من سلطان وجاه. ماذا تعني يا أبا محمد؟ أنا أعني ما أقوله أيها الشيخ. كيف تجرؤ على إهانتي؟ أنا لن أسمح لك بإهانتي. ثم ابحث لابنك، ابحث له عن شيخ آخر. أنا لست في حاجة إلى دراهمك. لقد أفصحت عن نفسك يا منافق.
والله ما أرضى لولدي أن يكون شيخه مثلك. لعنك الله أنت وأمثالك. هون عليك يا أبا محمد. كيف؟ كيف وأنا في هذه الحيرة؟ فأنا أخشى إن أنا أرسلته لشيخ آخر وأساء معاملتها أن يمتنع كلية عن تلقي العلم. لو كنت مكانك ما رضيت لعبد الرحمن سوى حرفة يتعلمها كإخوتي. أنا أخشى ألا يكون شغوفا بما تريده له. ويحك، ماذا تقولين؟ كأنك تتكلمين بلسان ذلك الشيخ الأحمق. أنا أخشى فقط ضياع الفرصة على ولدنا فيصبح شابا أخرق. لقد سبق وأخبرتك بقدرة ولدي عبد الرحمن، فأنا أتوسم فيه الكثير. سوف يكون بإذن الله فقيها وإماما مثل الإمام مالك. الإمام مالك؟ ولم لا، فإنه يتسم بالنجابة وسرعة الاستيعاب، فأرجو ألا تثبتي من عزيمته بعطف الأم، وأن تكوني عليه مثلما كانت أم مالك في تربية ولدها وتشجيعها له على حب العلم واحترامه. آه لو يعلم ذلك الشيخ اللعين من أي صلب جاء هذا الصبي. وعلى ما عزمت في أمر ولدك يا أبو محمد؟ أصدقك القول؟ إنني لا أدري. لعن الله أولئك المرتزقة من المشايخ، لقد تكاثروا هذه الأيام وماتت ضمائرهم. اهدأ بالا يا رجل، فليس هذا الأمر صعبا كما يخيل إليك؟ كيف هذا وقد انقطع الصبي عن الذهاب؟ ما رأيك لو أرسلته إلى شيخ أبي عبد الله بن برال؟ نعم الاقتراح، فهو إمام القراءات ولا يدنيه أحد في علمه. الشيخ ابن برال؟ كيف فاتني هذا؟ ولكن أخشى أن... لا تخشى شيئا، فهو رجل فاضل وعلى خلق كريم، يزهد فيما يطلع فيه غيره ولا يزن الناس بأمواله. ألأحدكم معرفة به؟ أجل، وأنا على استعداد لمقابلته لأتحدث معه في أمر ولدك. كم يسعدني كثيرا هذا إذا ما تحقق، فأنا أشعر بمحنة ولدي وما يقاسيه من شعور. لما كل هذه الثياب يا أمي؟ حتى تليق لما أنت ذاهب إليه، وحتى لا يتميز عليك واحد من أترابك. أو تعلمين شيئا عن الشيخ ابن برال يا أمي؟ يقولون إنه شيخ طيب كريم الأخلاق. وماذا حفظت من سورة الأنعام يا ولدي؟ كلها يا مولانا. أتستطيع أن تكمل ورائي ما أتلوه؟ إن شاء الله يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. أكمل. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم، أحسنت يا عبد الرحمن، بارك الله فيك. والآن سوف أتلو عليك الجزء الأول من سورة النور، وعليك أن تنصت جيدا ثم تكرر ما أقوله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل استيقظ عبد الرحمن؟ أجل، استيقظ خفيفا كعادته مع صياح الديكة قبل أن يستيقظ إخوته. بارك الله فيه. وبارك الله في شيخه، فقد جعله حريصا على ملازمته. وبارك الله في رعايتك له يا أم محمد، فلقد أخلصت في تنفيذ نصيحتي. أجل، فلست أكره أن أصبح أم الإمام عبد الرحمن بن خلدون مثلما كانت أم مالك. سوف تكونين بمشيئة الله، فليس هذا بالكثير عليك وأنت أم عبد الرحمن. أكمل يا عبد الرحمن.
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. من كان يظن أن هذا الصبي يمتلئ صدره هكذا بحفظ آيات الله؟ ألم أقل لك من قبل إنني أعلم الناس بولدي؟ والله إن صدري قد انشرح وأنا أستمع إلى تلاوته. فلولا عطف الشيخ واهتمامه يا أبي ما حفظت شيئا، فهو لا يفرق بين ابن أمير أو فقير. بارك الله فيه من رجل فاضل فثوابه الجنة. وأنت يا محمد كيف تسير الأمور معك في مهنتك؟ كل خير يا أبي، يعتمد علي المعلم في كل أمر عويس، وقد جاء إلى مدبغتنا اليوم أحد الأمراء وطلب جلد غزال ليصنع منه نعلاً، وقد كلفني المعلم بدباغتي. أو تدبغ أنت الجلود بنفسك؟ هذا كثير على أخيك يا عبد الرحمن. كما أود أن أراك يا أخي وأنت تقوم بهذا العمل. أو تريد أن تغير رأيك وتزاحمني في حرفتي؟ حتى يكون الأمراء من زبائني. هل في مقدورك يا أبي أن تكون أميراً؟ وما الفارق يا عبد الرحمن؟ أحمد الله لما أنا عليه. قد أخبرنا عبد الرحمن بأن الأمراء يحظون بالكثير يا أبي. إنه كثير زائل يا عمر، لا يقارن بذرة من العلم ينفع المرء بها الناس. ألم يكن في عائلتنا أمراء يا أبي حتى نفخر بهم؟ إنما نفخر يا بني بما نحن عليه من حسن السيرة وترفع عن الجاه وتجنب الكبائر، ولتعلم دائما أن أسلافك كانوا من خيرة الناس، وأنهم لم يصلوا إلى أسمى المدارج إلا بالعلم. وما هي أسمى المدارج يا أبي؟ أسمى المدارج يا بني هي أن ينتظر الناس منك ما يفيدهم ويضيء حياتهم. وخذ الحكمة من شيخك ابن برار. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. جزاك الله كل خير يا بني، إن قلبي الآن ملؤه الاطمئنان، ولك أن تقرأ علينا بعد أن حفظت القرآن بقراءاته السبع. تفضل يا سيدي. شكرا. مبارك يا أبا محمد، وبارك الله لنا في عبد الرحمن. الفضل أولا يرجع إليكم فيما أشرتم علي به، ثانيا يرجع إلى الشيخ ابن برال، أكثر الله من أمثاله في هذه الدنيا الغرور. عليك أن تتعهد ولدك بصناعة العربية وآدابها. وليس هناك خير منك لهذا الأمر يا أبا محمد. الحق معك يا أبا عثمان، ولكن لن أكتفي بهذا، فسوف أرسله لمن هو خير مني ففوق كل ذي علم عليم. ما رأيك في هذه الثياب؟ ليس لي رأي يا أبي سوى الشكر والامتنان. عليك من الآن الاهتمام بحسن منظرك. لا أريد أن أثقل عليك بثمنها. دع عنك هذا، كان الإمام مالك رحمه الله يعتني بثيابه حتى ولو كانت متواضعة، وكان يطيب نفسه بالطيب قبل ذهابه لتلقي العلم أو إلقائه. أراك تحدثني كثيرا عن الإمام مالك، فلما تهتم به دون غيره من الأئمة يا أبي؟ أولسنا نسير على مذهبه؟ أولسنا من حضر موت؟ اجعله قدوتك يا بني، لن أستريح حتى أراك مثله، يقصدك الناس من كل فج عميق ليستفتوك وتزين بلاط السلطان. أخشى أن يفوتني بلاط السلطان ابن أبي يحيى، فالبلاد كما ترى تموج بالفتن،
وقد سمعت أن قبائل البدو لا تساند السلطان كما يتربص به بنو مرين. لا تشغل بالك بمثل هذه الأمور، واقدح ذهنك بما هو نافع ومفيد. والآن أسرع قبل أن يفوتك مجلس الإمام شمس الدين. لم تخبرني برأيك فيه. هو غزير المعرفة ويجيد الدرس، ولكن مريديه كثيرون حتى يصعب علي أن أنفرد به. كان الإمام مالك رحمه الله يزاحم زملائه في الانتفاع من شيوخه، وكان كثيرا ما يترصد الشيخ الزاهري على باب داره حتى ينتفع بما لم ينتفع به غيره. أخشى إن فعلت ذلك أن يضيق بي الرجل. لا يضيق العالم الحق أبدا بطالب يطرق بابه من أجل العلم. وجملة القول في أحكام الإمام مالك الفقهية أنها خمسة: الإيجاب والند والتحريم والكراهية والإباحة، لأن الطلب إما طلب فعل جازم فهو الإيجاب، وإما طلب فعل غير جازم فهو الند، وإما طلب ترك فعل جازم فهو التحريم، وإما طلب ترك فعل غير جازم فهو الكراهية، وإما طلب تخيير فهو الإباحة. عفوا يا مولانا، نريد أن نعرف ترتيب الكراهية عند الإمام مالك. الكراهة عند الإمام مالك نوعان: كراهة تحريم وكراهة تنزيه. وعمل الفقه هو إصدار الأحكام على الأعمال والأشياء من حيث استخدامها. وكيف ذلك؟ بالرجوع إلى القرآن. وإذا تعذر ذلك في مواجهة ما يستجد من أحداث؟ عليك إذن بالرجوع إلى السنة. وإذا تعثر ذلك؟ فلينظر الفقيه في إجماع الصحابة ليستخلص الحكم، ففي إجماع الصحابة حجة كالسنة المؤكدة. وإذا تعثر ذلك؟ وإذا تعثر ذلك فبالقياس. أفادنا الله من علمك يا مولانا. ولا حرمنا الله من اجتهادك يا عبد الرحمن. والآن نحن نريد أن نفيد من حفظك وتتلو علينا بابا من أبواب كتاب الموطأ للإمام الجليل مالك. ولقد أخبرني البعض أمس أنه جادل الإمام شمس الدين حتى خشوا أن يتحرج الإمام. أخشى أن يغضب الإمام منه. وكيف يغضب الإمام منه عندما يريد أن يروي ظمأه للمعرفة؟ أخي عبد الرحمن يفعل كل هذا يا أبي. أطلب من الله أن يبارك لنا فيه. وأنا يا أبي. وأنت يا بني، ولكن عليك أن تترسم خطى أخيك حتى يبارك الله فيك وفيكم جميعا. السلام عليك يا أخي. مرحبا بك يا عبد الرحمن، أراك مبتهجا هذا اليوم. وكيف لا أكون، وقد أجازني الإمام شمس الدين في الحديث وأثنى علي أمام زملائي. مبارك يا أخي، لقد كان أبي مصيبا عندما توسم فيك الخير. أتراه قد علم؟ وكيف لا يعلم وقد علم أكثر الناس، إنهم يتحدثون في كل مكان عن نبوغك واقتدارك. ما هذا يا أخي؟ أتقوم بصناعة النعال أيضا؟ وكل ما يدخل الجلد في صناعته.
هذا جديد لم أعلم به. وكيف تعلم وأنت مشغول عنا بدرسك؟ لم أكتفي بدباغة الجلود كما ترى، فقررت أن أوسع في عملي وأقوم بصناعة كل ما يتعلق بالجلود، فجلبت إلى حانوت المتخصصين من الحرفيين حتى أرضي زبائني وأوجع طلباتهم. نعم ما فعلت يا أخي، فالتوسع في العمل يتطلب التعاون بين الناس حتى يحصلوا على قدر كفايتهم. لقد أصبحت تفهم في كل شيء يا عبد الرحمن، والله والله لسوف يكون لك شأن أي شأن. أتعلم أن دباغة الجلود هذه صناعة بلغت ذروتها في حضرموت؟ صدقت، فكل من يعملون في حانوتي ينتسبون إلى حضرموت. أجل، فلكل بلد صناعات خاصة به تقتضيها ظروف الطبيعة والمناخ وطراز الحياة. أصدقك القول، إنني الآن لم أعد نادما على ترك العلم والاجتهاد فيه، لقد عوضني الله فيك خيرا. من هذا الهرج؟ الكارثة على الأبواب، ولا يعلم سوى الله ما سوف يحدث لنا. ماذا هناك يا أبا سعيد؟ يقولون إن عساكر السلطان أبي الحسن قد اكتسحت تلمسان وأسقطت عرش بني عبد الواد، وهي تقترب من أسوار مدينتنا. إذن هي الحرب والدمار. ألا يكتفي السلطان القوي بما نال من سلطان؟ لعل وراء ذلك خيرا. وكيف يجيء الخير وهم لا يقاتل بعضهم بعضا إلا من أجل مصالحهم؟ إلى متى نظل هكذا لا حول لنا ولا قوة؟ لسوف تكون كارثة، وهي كارثة على بضاعتي. لست وحدك يا أخي، فسوف يجري عليك ما يجري على غيرك من الناس. إن لي الآن صلات قوية بأمراء بني حفص، وهم يحصلون مني على كل ما يحتاجون من صناعة الجلود ويدفعون لي بسخاء، ولا أدري لا أدري ماذا ينتظروني على يد هؤلاء القادمين. هذه عاقبة من يعتمدون على الصفوة من الناس. وهل يرون التاجر إلا معاملة الصفوة من الناس؟ فكيف تكون لبضاعته قيمة؟ لو كنت مكانك لاعتمدت على زبائنك من بسطاء الناس، وهم غالبية ولا يتغيرون بتغير الحاكم، فيزيد ربحك وتتجنب الخسارة. كيف؟ كيف أن أصنع الغالية من النعال وغيرها؟ إذن عليك أن تغير أسلوب صناعتك بما يوافق مقدرة الجميع، فتتجنب الخسارة وتجني خيرا كثيرا. كنت أظن أن الأمور قد استقرت واطمأن حال الناس. كيف يا أبا محمد؟ والبدو لا يستقرون على حال ولا تهدأ أطماعهم. تبا لهم ناكر الجميل، ماذا يريدون أكثر مما حصلوا عليه؟ لقد أغدق عليهم السلطان بأكثر مما يستحقون. ومن يعلم يا أبا محمد، ربما كان السلطان أبو الحسن خير سلف للسلطان ابن يحيى. الناس في الشوارع تهلل مرحبة لمخدم الغازي. إنهم يهللون دائما لكل غازي. لقد سمعت بعضهم يقول إن الكل يتساوى ما دام الحاكم ليس من عشيرتهم. والله لم نرى الخير إلا على يد بني حفص. لقد كان جدي محمد. السلام عليكم. عليكم السلام يا عبد الرحمن. ماذا سمعت من أمورنا يا عبد الرحمن؟ الحرب دائرة بين جيوش السلطان ابن يحيى وجيوش أبي الحسن المريني. دعهم يتقاتلون، ولا شأن لك بذلك. ماذا كان من أمر جدك يا أبا محمد؟ لا شيء يا أبا عثمان. ألم تقرأ علينا ما حفظته من مدونة مالك؟ في هذا الوقت يا أبي وفي مثل هذه الظروف سوف أذهب لأستطلع الأخبار دون أن يكون لك شأن بها. أراك خشيت الحديث في أمر جدك عند دخول ولدك علينا يا أبا محمد. أنا لا أنكر خشيتي على هذا الولد، وأخشى أن يعصف به الطموح الذي يجيش بصدره، وأخشى أنه لو سمع أن أجداده كانوا من الحكام أن تتملكه هذه الروح القلقة الطامعة التي كانت تتملك أجداده وعصفت بهم. فإني أريده أن يؤثر الدرس والعلم ويبتعد عن السياسة اللعينة. لقد تأخر عنا شيخ الحياني هذا اليوم، لعل في الأمر شيئا. ربما كان مريضا، فيجب علينا أن نعوده حتى نطمئن عليه. أجل، فهو لا يتخلف عن مجلسه إلا لأشد الظروف. أدركوا أدركوا، لقد اقتحمت جيوش السلطان أبي الحسن أسوار المدينة وهرب السلطان عمر. ماذا تقول؟ انصرفوا الآن إلى دياركم حتى تأمنوا على أنفسكم.
لمتى يطول هذا الأمر؟ الله وحده الذي يعلم. ربما تعود الأمور لما كانت عليه بعد أن يستتب الأمر للسلطان الجديد. هل تظن ذلك؟ لا حسب. كيف ترى الأمر يا أبي؟ أسوأ ما أرى يا ولدي، فسوف تعيش البلاد في خلافات وقتال، ولن يستسلم بنو عبد الواد في تلمسان بعد أن اغتصب أبو الحسن ملكه. ولكنهم تجاوزوهم إلى بلادنا وملوكها من بني حفص بعد أن هربوا تاركين لبني مرين كل شيء. لم يهربوا بل تراجعوا ليلعقوا جراحهم ويجمعوا فلولهم، وسوف يعودون لاسترجاع ملكهم المغتصب، فأنا أعلم الناس ببني حفص. حتى العلماء قد هجروا مجالسهم وحلقاتهم. وماذا يملك العلماء من أمر؟ إنما الأمر الآن لأصحاب السيوف. صدقت عبد الرحمن، الناس لا حول لهم ولا قوة. نحن قد حبسنا أنفسنا في ديارنا كالجرذان، لن نجرؤ على تخطي عتباتها حتى لا يصيبنا مكروه. والآن أيها الوزير، ماذا ينقصنا بعد أن ملكنا الأمر كله في البلاد وقضينا على كل مقاومة من بني حفص؟ لما لم تعد الحياة إلى طبيعتها؟ الناس يا مولاي تخشى مغادرة ديارها والخروج إلى أعمالها، فجنودنا ما زالوا يجوبون الشوارع والطرقات وهم في ثياب الحرب. إذن فليعودوا إلى معسكراتهم، وأصدر أمري بألا يتعرض أحدهم بسوء لواحد من الأهالي. إن هذا لا يكفي يا مولاي، لابد من بث الطمأنينة في قلوبهم حتى يثقوا فينا ويعودوا إلى حياتهم. وكيف ذلك أيها الوزير؟ يا أهل البلاد، مولاي السلطان أبو الحسن سلطان البلاد يطمئنكم أن الحرب قد انتهت وعاد الجنود إلى معسكراتهم. يا أهل البلاد، مولاي السلطان أبو الحسن سلطان البلاد يطمئنكم أن الحرب قد انتهت وعاد الجنود إلى معسكراتهم. الأمان لكم. والله ما كنت أظن أن اجتماعنا هذا سيكون له عودة. وكنت تحسبها نهاية العالم؟ إن الله على كل شيء قدير، وهو الذي بيده البداية والنهاية. لقد عاد الناس إلى أعمالهم وشؤونهم وكأن شيئا لم يحدث. وماذا من أمر أصحاب المحال والحلقات؟ ألم يخرج ولدك عبد الرحمن إلى مشايخه؟ لقد أجازه كل من أخذ عنه، وأنا الآن في حيرة من أمره. دع عنك هذه الحيرة يا أبا محمد، فأمام ولدك الفرصة لزيادة علمه. كيف؟ حقا رب ضارة نافعة. لقد أتى السلطان أبو الحسن ومعه نخبة فريدة من خيرة علماء المغرب. أحقا ما تقول يا أبا عثمان؟ أجل، لقد أتى معه شيخ الفوتية بالمغرب وإمام مذهب مالك أبو عبد الله محمد بن سليمان الشطي، وشيخ التعاليم عبد الله محمد بن النجار، وإمام المحدثين والنحاة أبو محمد بن عبد المهيمن. ماذا تقول يا أبا عثمان؟ هل أقبل إلى تونس ابن عبد المهيمن؟ نعم، إنه لخير صديق. هو تعرفه يا أبا محمد؟ كيف لا، وهو رفيق الصبا وزميل علم ودرس. أو تعرف يا أبا محمد إنه الآن كاتب العلامة للسلطان أبي الحسن؟ كم أنا مشتاق إلى رؤيته. مرحبا بك يا أبا محمد، أخيرا يجمع الله شتيتين بعدما ظن أنه لا تلاقي. والله أنا لا أكاد أصدق عيني، هذا دليل على فضل الله وكرمه. أتذكر يا أبا محمد يوم أن كنا نتسابق على تلقي العلم ونسعى على حصول الغزير منه؟ كم كانت أياما جميلة. وأذكر أيضا
أنك كنت تفوقني في حفظ الأشعار. بئس ما نعيشه الآن من أيام يا أبا محمد. الخيرة فيما اختاره الله لنا. لا تنسى أن البلاد كانت في حاجة إلى سلطان قوي يوحد كلمتها. وهل تعتقد أن أبا الحسن يسعى إلى ذلك؟ أنت أكثر به علما. السلطان أبو الحسن رجل قوي محب للعلم، وهو لا يسمع عن عالم حتى يمد يده إليه. والآن أخبرني عن أمور حياتك. تسير على خير ما يرام. أنت تعلم أن أبي رحمه الله قد ترك لي ما أغناني عن التكسب بحرفة، فآثرت السكون بالبيت ومجالسة العلماء. جزاك الله كل خير. وماذا عن الأولاد؟ عندي 5 صبيان، أكبرهم يعمل في صناعة الجلود ويساعده أخواه موسى وعمر. أما عبد الرحمن ويحيى فإني أتوسم فيهما حب العلم. وقد جئتك اليوم بشأن عبد الرحمن. ويحيى ما زال في أول الطريق. وماذا من أمر عبد الرحمن؟ نال من المعرفة ما يؤهله للجلوس إليك والاستفادة من غزير معرفتك. بارك الله فيه، ليته يكون خير خلف لخير سلف. لن أذهب يا أبي. كيف تقول ذلك يا ولدي؟ إنها فرصة كبيرة لك، فالشيخ ابن عبد المهيمن من أفاضل عصره. أنا لا أرى جدوى في ذهابي. كيف يا ولدي؟ ألست ترى ما حل بالبلاد واضطراب عيشها؟ لن ينفع العلم بشيء يا أبي. أفضل لي أن أبحث عن حرفة أحترفها وأعيش من ورائها، فهي أنفع وأبقى. دع عنك هذه الهواجس وهذا القلق يا ولدي. صدقني يا أبي، صدقني، فنحن نعيش في زمن السيف والسياسة. وماذا تملك أنت من أمرهما؟ دعني أحاول. كم خشيت عليك من هذه الأهواء التي تعصف برأسك. لا يا ولدي، لا أريدك أن تكون ضحية لطموحك هذا. ألست تذكر المتنبي وابن سينا وما عناه كل منهما من التشرد والتغرب واضطراب العيش؟ لم يبق منهما سوى آثارهما العلمية والأدبية. صدقني يا ولدي، لا يبقى من المرء سوى عمله الذي ينفع الناس. وتذكر دائما أن أخاك يحيى يتمثل بك، فكن له خير قدوة. مرحبا بك يا عبد الرحمن. أهلا بشيخنا ومولانا. بارك الله لنا فيك يا ولدي. والله لم أرى لأحد مثل كل هذه المجلدات والأسفار. هي كل ما أملك في الدنيا من ثروة، ولا أرضى عنها بديلا، فهي صديقي النافع في سفري وترحالي. لقد لاحظت أنها تحوي الكثير من العلوم والأداب. صدقت، فهي تحوي ما يزيد على 3000 سفر في الحديث والفقه والعربية والأدب وسائر الفنون، وكلها مضبوطة ومقابلة. لقد أنفقت في جمعها كل ما أملك من مال وعمر. أطال الله في عمرك يا مولانا. سوف أعيرك منها ما تشاء. بارك الله لنا فيك يا مولانا. والآن حدثني عما حصلته من العلوم حتى الآن. لقد قرأت القرآن وحفظته بقراءاته 7 على يد شيخنا أبي عبد الله بن برال، ودرست عليه أيضا كتاب التسهيل للإمام مالك ومختصر ابن الحاجب في الفقه، ولكن لم أكملهما بالحفظ. وماذا أيضا؟ تعلمت صناعة اللغة وأدبها على يد أبي. ونعم الأب، فهو خير من يفعل ذلك. كذلك على يد الشيخ أبي عبد الله العربي. أدي له شرح مستوف على كتاب التسهيل. وقد جلست إلى الشيخ أبي العباس بن القصار، وهو رجل ممتع في صناعة النحو، وله شرح على قصيدة البرد. أجل أجل. وأخذت عن إمام العربية والأدب بتونس أبي عبد الله بن بحر، وأفدت منه
فهو بحر زاخر في علوم اللسان، وقد أشار علي بحفظ الشعر. حسن، وماذا حفظت من الشعر؟ حفظت كتاب الأشعار الستة والحماسة وشعر أبي تمام وطائفة من أشعار المتنبي وبعض أشعار كتاب الأغاني. نعم ما فعلت. وقد أجازني الشيخ شمس الدين في الحديث، وقرأت عليه أيضا كتاب الموطأ للإمام مالك وحفظته. عظيم جدا. سوف تبدأ معي في قراءة الصحاح الست والسير لابن إسحاق وكتاب ابن الصلاح في الحديث، وبعد إتمام ذلك كله تكون قد أنمت بكل ما يتعلق بالحديث. السيد قاسم هو زميلك في الدرس، أدخل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا زميلك عبد الرحمن بن خلدون. لقد سمعت عنك وعن نبوغك. أبشر يا عبد الرحمن، فهذا دليل على ما وصلت إليه من مكانة، وليس هذا بغريب على سرير عائلة خلدون. اجلس يا قاسم. كنت قد بدأت مع قاسم الكلام في النحو، فهل تمانع أن تشاركنا؟ وهل يرفض الظامئ أن ينهل مما يقدم له من ماء عذب؟ بارك الله فيك يا ولدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ورب الكعبة، لن أبخس بضاعتي درهما واحدا. ألا تعلم من تحادث يا هذا؟ باشرا مثلي. نحن من جنود مولانا السلطان. وهل يعني هذا أن تبخسوا تاجرا مثلي بضاعتك؟ ما الخلاف يا إخوان؟ لا شأن لك. كيف تجرؤ على الزجر من هو أفضل منك؟ ماذا تقول؟ لقد زجرت أخي عبد الرحمن، وعليك أن تغرب أنت وصاحبك عن وجهي قبل أن أبطش بكما.